پیروز بای یکم لکرنوی کالجی قانون لزنکوی امریکی دیارا هنگاوی که باش با پیشخستنی زانستی قانون به زمانی انگلیزی دو ایو کرانوی که زور هی لسر دنیا لکردستان و کمپانی کندین ایرا خندکرانی قانون پیویسی هم با زمانه و خندکرانی قانون لبه دلیان خوش بیه که لو کالیجن او کالیجه لریزی پیش و یا للودکی زانستم رو باید یکان دید هناك عدة نقاط التي تشجعك للالتحاق بكلية القانون في الجامعة الأمريكية. أولاً تدرس المواد القانونية على أيدي كوادر تدريسية متميزة من ذوي الخبرة والاختصاص، وهناك اتفاق شراكة بين كلية القانون في جامعة ستانفورد وكلية القانون في الجامعة الأمريكية. تدرس المواد القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، وهذه تفتح أباباً كثيرة ومتنوعة لخريجي القانون. النقطة الثالثة أن العراق على مرحلة التحول إلى الديمقراطية وحكم القانون، وذلك يتطلب وجود محامين وقضاة مؤهلين لتثقيف الناس بضرورة احترام القوانين، أن الدراسة في كلية القانون لا تكون بالأسلوب التقليدي وهي الأسلوب النظري، لأن هناك الكثير من الأنشطة العملية التي تساعد الطلاب في تعزيز وتقوية خبرتهم العملية القانونية والعمل مع محامين في قضايا حقيقية أو المنظمات المجتمع المدني.